أن كل العلاقات قابلة للترميم، ولا أذهب مباشرة إلى فكرة القطع والهدم مرة واحدة. طيب تمام، هو الكلام اللي قاله دكتور خالد سليم 100%، بس ده على مستوى ناضج جدا من العلاقات. لكن خلينا بداية نتفق على حاجة، إن العلاقات زي البيوت، في منها محتاج ترميم بسيط، وفي منها محتاج هدم، وفي منها لازم نكتب عليه للبيع. ليه بقى؟ لأن أي علاقة بتمر بشوية منغصات، زي ما الدكتور أشار إن هي زي البحر، في منغصات. المنغصات دي شوية لازم يكون عند الإنسان مهارات عالية علشان يقدر إن هو يتخطاها، يجدد العلاقة، يعمل خطوط للرجع. طيب قلنا إن في علاقات لازم إجباري إن احنا نحاول نرممها، زي العلاقات الأسرية، لأن هي فيها علاقة دم ورحم، فما ينفعش إن هي تقطع. علشان كده زي ما وأصرها يوسف في نفسه، سيدنا يوسف كان في خلاف بينه وبين إخواته، بس ده كان لازم يتحل لأن هي صلة دم. لكن في علاقات بقى بتوصل خلاص إن احنا لازم نهدمها أو نتجاهلها أو نقطعها. العلاقات دي ليها مواصفات برضه. أول صفة في العلاقات اللي هي لازم تهدم، إن بيكون فيها نزاعات مستمرة طول الوقت، في مشاكل وفي شعور بالضيق وعدم الارتياح. ممكن يكون في صفة أو صفات أو مجموعة صفات في الطرف الآخر مش قادرة أتأقلم معاها أو أتعايش معها، خلاص مفيش اندماج. ممكن يكون في تهديد للأمن أو للمستقبل في العلاقة. في أنواع كتير من العلاقة ممكن إن أنا لأ، إنها مش هينفع إن إحنا نكمل. فمش دايما لازم تكون العلاقة إن أنا هفضل حريص عليها. في وقت اللي هو لأ لازم تتهدم. طيب.